أهلا بكم من النشرة التي لن تشاهدوا فيها خبر منفذ. البداية مثل أي نشرة أخبار من العناوين. عبر اختراع ذكي سعودي يبتكر قاربا للإنقاذ من حوادث الغرق. حصل عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز بكلية الهندسة بجدة الدكتور سعيد عسيري على براءة اختراع من مكتب براءة الاختراع الأمريكي عن قارب ذكي لصيانة المسابح ومنع حوادث الغرق المحتملة في خطوة لتوفير أشد وسائل السلامة لكي يمارس الشخص رياضة السباحة دون قلق. وينضم إلي من استديوهاتنا في جدة عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز بكلية الهندسة الدكتور المهندس سعيد عسيري. مرحبا دكتور سعيد. هلا وغلا، الله يحييك أستاذ ثامر. يا هلا فيك، بداية نبارك لك على هذا الإنجاز، حدثنا عنه. الله يبارك فيكم، وأنا أشكر لكم هذه الاستضافة من هذا البرنامج الذي بلغت سمعته الآفاق ما شاء الله، برنامج النشرة، وهذا الفريق المبدع الجميل الذي من تلقى منهم تقول قابلت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري، فشكرا لكم على هذه الاستضافة. العفو. هذه تعرفون جميعا أن من أهم برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الجودة الشخصية أو جودة الحياة الشخصية، وهذا البرنامج يهدف في المقام الأول إلى تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع. ولا شك أن من أهم ومن أنجع وأفضل الرياضات التي يمكن أن يمارسها الإنسان اللي هي رياضة السباحة، لفوائد كثيرة من ضمنها أنها تحرك عضلات الجسد بالكامل، ويعني تتلافى مشاكل الجاذبية الأرضية، وزن الجسد على المفاصل، مفاصل الركبة وغيرها. فهناك ميزات كثيرة جدا للسباحة جعلت المسابح ضرورة أصبحت في المساكن. يعني مثلا في أمريكا دراسة أجريت هناك وجد أن عدد المسابح في أمريكا في المنازل 10 مليون مسبح في المجمعات في المساكن تحديدا، يعني غير المسابح اللي موجودة في الأندية الرياضية، في المنتجعات، في الفنادق. طيب دكتور سعيد، نعم. يعني حدثنا عن ما هي يعني أبرز مميزات هذا الاختراع تحديدا. المميزات الاختراع القارب الذكي لمقاومة حوادث الغرق وصيانة المسابح أنها تتعامل مع المسابح بطريقة إبداعية، أنها تحافظ على الفوائد كما ذكرنا قبل قليل في السباحة، وتعالج المشاكل التي تتولد من وجود يعني المسابح في المنزل، لأنه في مشاكل كبيرة جدا. بما أن صحيح أن المسبح يعد ضرورة لممارسة الأنشطة الرياضية لا سيما في هذه الأزمنة، إلا أن هناك مخاطر تحيط بهذا المسبح، مخاطر تتعلق بحوادث الغرق، مخاطر تتعلق يعني تلوث المياه بالبكتيريا والطحالب، وهذا يهدد حياة الإنسان بأمراض خطيرة. فهذا المسبح الذكي، طبعا هناك حلول الآن موجودة لكنها يعني حلول مكلفة وتستهلك طاقة ولا تعالج كل السلبيات، ويبقى هناك سلبيات. يعني مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية عدد حالات الغرق بمعدل 10 حالات وفاة يوميا، تخيلوا كيف العدد، يعني بمعدل 36,000 وفاة في السنة. جميل جدا. طيب يعني لو تحدثنا بشكل أوسع، أنت ذكرت يعني قبل قليل أن في بعض هناك الأشياء المكلفة وأشياء غيرها. طيب بعض يتساءل كيف يعمل القارب الذكي في منع حوادث الغرق؟ نعم، القارب الذكي طبعا له يحقق 3 أهداف، يحقق سلامة الإنسان وصحة الماء، وأيضا شكل جمالي يضفي على المسبح فوائد وجماليات جميلة جدا، لأنه لا شك أنه من الفوائد للمسبح أنه يضفي لمسة جمالية على المنزل. فبالنسبة لحوادث الغرق، هو يعني هناك مجسات إلكترونية لمعرفة أي اهتزازات غير طبيعية في المسبح، وعند حدوثها يرسل إشارات صوتية، إنذار صوتي، وكذلك إشارات للجوال، حيث أنه القارب الذكي متصل بأبليكيشن في الجوال، فيرسل رسائل أن هناك مشكلة، حتى لو كنت بعيد عن المنزل تعرف أن هناك مشكلة في المسبح حدثت. طيب
طيب خلينا نتحدث يعني عن ما هي التحديات التي واجهتك من خلال تصميم هذا القارب الذكي؟ نعم، لو تستأذن لي ثامر الله يسعدك، قبل التحديات يعني إضافة لحوادث من حوادث الغرق اللي هي الحفاظ على التوازن الكيميائي في المسبح، فهذا القارب الذكي يضمن لك ذلك، يضيف مادة الكلور لمعالجة البكتيريات، وهناك بكتيريا خطيرة مثل إيكولي مثلا تهدد حياة الإنسان، وكذلك يعالج مشاكل وجود الطحالب والفطريات الموجودة في المسبح. فبالنسبة لي طبعا الشكل الجمالي كما قلنا يعطي نوافير وإضاءات جميلة جدا. التحديات، هناك تحديات لا شك في تبني هذا براءة الاختراع التي تعالج سلبيات كبيرة جدا يعاني منها كثير من المجتمعات، فتبني هذا الفكرة وبراءة الاختراع بحيث تكون منتج سعودي ويسوق على مستوى العالم ويكون لنا قصب السبق في تسويق هذا المنتج، هذا يعتبر تحدي كبير جدا. طيب دكتور، يعني دكتور سعيد، يعني من وجهة نظرك وباختصار، هل سوف نرى هذا الاختراع يتحول إلى منتج تجاري في المستقبل؟ والله أخي ثامر الله يسعدك، فعلا هذا هاجس، ونرجو الله سبحانه وتعالى أنه ننجح في تحقيق هذا الطموح، لأنه سيكون فعلا يعني خطوة عظيمة جدا للمملكة العربية السعودية أنها يعني تقدم هذا كمنتج سعودي خالص، ولله الحمد. الحمد لله. وتم يعني حفظ حقوق الملكية الفكرية والصناعية على مستوى العالم بمكتب براءة الاختراع الأمريكية، فنرجو خاصة أنه مثلا في الدفاع المدني عندنا، أنا لي تواصل مع قيادات في الدفاع المدني يذكرون أنه من أهم المشاكل اللي يعانون منها غرق الأطفال والناس في مسابح المنتجعات ومسابح العامة، فهذا سيعالج مشكلة كبيرة عندنا وسيوفر تكلفة كبيرة على صاحب المنزل، استهلاك الكهرباء لأنه يعمل بالطاقة الشمسية، جميل جدا، ما يحتاج إلى طاقة كهربائية. جميل جدا، إن شاء الله من إنجاز إلى إنجاز. الدكتور مهندس سعيد عسيري، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز بكلية الهندسة، شكرا جزيلا لك. قبل النهاية نذكركم بأبرز العناوين. عبر اختراع ذكي سعودي يبتكر قاربا للإنقاذ من حوادث الغرق. كانت تلك نشرتنا بأخبارها المريحة، بلا خبر يعكر صفكم، إلى اللقاء.